السلام عليكم ورحمة الله. بدنا نتكلم اليوم عن أعظم شخصية من شخصيات المسلمين. نتكلم عن عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر، عندما تسمع اسمه أول ما بخطر على بالك حزم وشدة سيدنا عمر، وكيف شدته بالحق وكيف كانت شدته بالجاهلية. ولكن المرة بدنا نتكلم عن كيفية اختيار عمر لزوجة صالحة لابن عاصم. فكان سيدنا عمر رضي الله عنه عندما كان يطلع يتفقد الرعية ما كانش مجرد السماع يكتفي، كان يطلع للأسواق ويطلع للمدينة ويتفقد الرعية حتى يشوف الأمور بعينيه، كيف وضع المسلمين وكيف الأمور ماشية. فمرة من المرات عندما طلع يتفقد حال المسلمين وصل لبيت وسمع صوت امرأة، صوتها طالع خارج بيتها، فقاعدة بتقول لبنتها تخلط الحليب مع المية حتى يكتر الحليب، بدل ما يكون الحليب يتبيعه إشي قليل فإنها تخلط مع المية حتى يكبر حجم الحليب وتصير تجيب مرابح أكثر. فعندما سمع سيدنا عمر كلام هذه المرأة بتقول لبنتها إنها تخلط الحليب بالمية، سمع عمر رضي الله عنه البنت بترد على إمها وبتقول إذا كان عمر ما بيشوفنا رب عمر بيشوفنا. فرجع سيدنا عمر وبعت خادمه حتى يبحث ويجمع المعلومات عن هذا البيت. فعندما رجع الخادم لسيدنا عمر وجايب له المعلومات أخبره بأن هذه البنت ما هي متزوجة. عندما سمع سيدنا عمر أنه هذه البنت مش متزوجة جمع أولاده وعرض عليهم القصة وكيف هذه البنت التقية نقية، وطلب أنه يكون واحد من أولاده يتزوج هذه المرأة الصالحة وهذه البنت الصالحة. فوقع الاختيار على ابن عاصم وبعث وخطب هذه البنت لابن عاصم، فاختار لابنه المرأة الصالحة، وهذه المرأة تزوجت عاصم وخلفوا إلى أن وصلت سلالة هذه المرأة بائعة اللبن، انخرج رجل من أعظم الشخصيات في التاريخ وهو عمر ابن عبد العزيز.